بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي طلاب الانتساب، موعدنا الآن مع المحاضرة التاسعة في مقرر التفسير 3، والتي تتضمن تفسير سورة الصف كاملة. هذه السورة الكريمة سورة مدنية وآياتها 14 آية. هذه السورة الكريمة تحدثت عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية، فتحدثت عن جهاد أعداء الله تعالى، وعن موقف اليهود من دعوة سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام، وتحدثت عن سنة الله تعالى في نصرة دينه، وعن التجارة الرابحة التي بها سعادة الدارين، كما تحدثت عن الدعوة إلى نصرة دين الله تعالى كما فعل الحواريون مع سيدنا عيسى عليه السلام. تبدأ السورة الكريمة بهذه التوجيهات الإلهية، فيقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبب نزول هذه الآيات، أخرج الإمام الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى، معنى قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي نزه الله تعالى وقدسه ومجده جميع ما في السماوات وما في الأرض من ملك وإنسان ونبات وحيوان وجماد. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا بيان لعظمته تعالى وقهره، وبيان لذل جميع الخلق له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم. وهو العزيز الحكيم، أي وهو الغالب الذي لا يغالب، الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره، الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لما تقولون بألسنتكم شيئا ولا تفعلونه، وهذا استفهام للتقريع والتوبيخ. ثم أكد الله تبارك وتعالى الإنكار عليهم فقال: كبر مقتا، أي عظم فعلكم هذا بغضا عند ربكم، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تقولوا شيئا ثم لا تفعلونه، أو أن تعدوا بشيء ثم لا تقومون بالوفاء به. ثم أخبر الله تعالى عن محبته لعباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله تعالى في حومة الوغى، يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. فقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي إن الله يحب المجاهدين الذين يثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو ويقاتلون أعداءهم بشجاعة، كأنهم في تراصهم وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه ببعض وألصق وأحكم حتى صار شيئا واحدا. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أمر الجهاد وأنه يحب المجاهدين في سبيله، بيّن أن سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام أمر بالتوحيد وجاهد في سبيل الله وأوذي بسبب ذلك، وأنه قد حل العقاب والعذاب بمن خالفهما. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، إلى آخر الآيات.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك قصة رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين قال لقومه بني إسرائيل لم تفعلون ما يؤذيني، أي لم تؤذونني بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو لم تؤذونني بالشتم والانتقاص وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، والحال أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم وتعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة، كيف تؤذونني مع علمكم علما قطعيا بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة بأني رسول الله، والرسول يحترم ويعظم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما مالوا عن الحق مع علمهم به أمال الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله لا يوفق للخير والهدى كل متصف بالفسق خارج عن طاعة الله تعالى. ثم ذكر الله جانبا من جهاد سيدنا عيسى عليه السلام فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اذكروا أني أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة الذي هو مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي حال كوني مصدقا ومعترفا بأحكام التوراة وكتب، والله عز وجل أمرنا أن نؤمن بجميع كتب الله تبارك وتعالى المنزلة، فسيدنا عيسى مصدق بالتوراة وسيدنا محمد مصدق بجميع كتب الله السماوية، يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي آمن بي حال كوني مصدقا ومعترفا بأحكام التوراة وكتب الله تعالى على جميع أنبيائي، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني، أيضا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وجئتكم لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعد اسمه أحمد، وإذا كنت كذلك في التصديق والتبشير فلا مقتضى لتكذيبي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي فلما جاءهم رسول الله أحمد صلى الله عليه وسلم المبشر به في الأعصار المتقدمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما جاءهم بالأدلة الواضحة على أنه هو وأنه رسول الله حقا قالوا، أي قال الكفرة والمخالفون عن معجزاته الباهرة قالوا عنها هذا سحر مبين. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا أحد أكثر ظلما ممن يفتري على الله الكذب ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى دين الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه جملة مقررة لمضمون ما قبلها والمعنى، لا يوفق الله عز وجل ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجرا ظالما. قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي يريد المشركون بأن يردوا الحق بالباطل ويخمدوا دين الله بأفواههم، يعني بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة للطعن في دين الله، والله متم نوره بإظهاره في الآفاق وإعلائه على غيره. ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون وبذلوا بسبب كراهتهم للدين، لو بذلوا كل شيء وأرادوا أن يطفئوا نور الله ما استطاعوا فإنهم مغلوبون مقهورون، ذلك أن الله تعالى سيعز هذا الدين رغم أنف الحاقدين الماكرين. ثم أكد الله عز وجل إظهاره لدين الإسلام وإعلاءه لشأنه فقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي هو عز وجل بقدرته وحكمته الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالقرآن ودين الحق أي دين الإسلام ليجعله ظاهرا على جميع الأديان عاليا عليها غالبا لها، ولو كره المشركون ذلك فإن ذلك كائن لا محالة. ثم تحدثت الآيات بعد ذلك عن التجارة الرابحة وعن الفوز في الدارين، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم
من عذاب أليم. أي يا من آمنتم بالله ورسوله هل أدلكم على تجارة رابحة لن تبور؟ إنها تنقذكم من عذاب شديد مؤلم، ومعنى ذلك أنها تدخلكم الجنة وتنقذكم من النار. ثم بين الله تعالى تلك التجارة فقال سبحانه: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي تؤمنون إيمانا جازما لا شك فيه، وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ما أمرتكم به من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله خير لكم من أموالكم ومن أنفسكم ومن الدنيا وما فيها إن كان لديكم فهم وعلم. ثم بين الله تعالى هذه الخيرية في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه من الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله غفرت لكم الزلات فسترتها ومحوتها بفضلي وأدخلتكم الجنات التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة وأسكنتكم القصور الطيبات في جنات الإقامة وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه والسعادة الأبدية التي لا سعادة بعدها. ولما ذكر الله تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة ذكر ما لهم، يعني ما يسرهم في العاجلة، وهي ما يفتح الله ما يسرهم في الدنيا العاجلة وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد، فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة. قال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أي ويمن الله عليكم بخصلة أخرى تحبونها في عاجلكم أي في الدنيا مع ثواب الآخرة، وهي أن ينصركم على أعدائكم ويفتح لكم مكة أو ويفتح لكم سائر المدن. وبشر المؤمنين، وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل العظيم اللي هو غفران الذنوب وستر العيوب وسكنى جنان الخلد والفوز العظيم في الآخرة والنصر على الأعداء، بشر المؤمنين بذلك. ثم خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين على حضهم الله تبارك وتعالى على نصرة دينه وجعلهم مخصوصون بذلك: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن ينصروا دين الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما نصر الحواريون دين الله، فاستجابوا لعيسى عليه السلام حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ يعني من ينصرني ويكون عونا لتبليغ دعوة الله ونصرة دينه؟ فقال الحواريون ماذا قالوا؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، يعني نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. الحواريون إخواني أخواتي هم أصفياء سيدنا عيسى عليه السلام، وهم أول من آمن به وكانوا 12 رجلا. قال ابن كثير: وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج كما قال سيدنا عيسى للحواريين: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم، فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل وآمنت بما جاءهم به، وكفرت طائفة وضلت وكذبته فيما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
وغلت في سيدنا عيسى طائفة ممن اتبعوه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فراقا وشيعا، فمنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، ومنهم من قال إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، يعني فنصرنا الذين آمنوا منهم على أعدائهم الكافرين، فأصبحوا ظاهرين، يعني فصاروا منتصرين غالبين. وفي هذا تربية للأمة الإسلامية ليكونوا أنصار دين الله تعالى، لينصرهم الله عز وجل كما نصر من كانوا قبلهم وأظهرهم على عدوهم. إلى هنا إخواني أخواتي تنتهي المحاضرة التاسعة، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع المحاضرة العاشرة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله تبارك وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.